فأول حاجة، أول حاجة بعد الجواز طبعا تقولي له إيه وانت عينك في عينه كده، احنا خلاص بقينا واحد وفي بيت واحد وربنا واحد وفي مركب واحد، المهم تلبسينه اي كلمة واحد وخلاص عشان في والله واحد. اهلا بيكم في المكساية التالتة، وازاي تتطلقي في 48 ساعة مع صانع المحتوى الجميل اللي احنا شفناه احمد حسين. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك، ازيك عامل ايه؟ مش هترحبي باخوكي؟ لا ده زميل. ازيك يا احمد، نورتنا بصراحة، والفيديو بتاعك ده عاجبني انا شخصيا. يعني هتطلق ازاي في 48 ساعة؟ لا ده حاجات كتير قوي. طب انا اطلق ازاي في 48 ساعة؟ لا انت ما تطلقش. انا اتخلع. ايوه بالظبط. طب هي هتطلق ازاي في 48 ساعة؟ لا هو في ممارسات وفي حاجات ما شاء الله، يعني قلة قليلة مندسة من السيدات المصريات، طبعا مش عايزين نقول عددهم قد ايه بالظبط، مش كلهم. هي بتبقى من الاول خالص من صغرها فاكره ان اللي جاي ده مصباح علاء الدين. أيوة. فاهم؟ ف ماما انا عايزه اسافر لما تتجوزي، ماما انا عايزه مش عارف ايه لما تتجوزي. طبعا تتجوز دي اكبر خدعه يا حرام. تفاجئ بالوضع فتبتدي بقى تبوز وتنكد وتعمل كل حاجه، فاهم؟ بس في حاجات بقى هي بتعملها، في حاجات انا شفتها في ناس اصحابي ومعارف وبتاع كده، اللي هي اول حاجه الف به جواز تقول له اديني الباسوردات، اديني كل حاجتك بتاع كده عشان قلب إيه؟ نفسك يا استاذ. بالظبط. اسماء ونشوف هتبقى معانا. يا اسماء. الو. الو، اهلا بيك يا اسماء هانم. منورين والله. الله يخليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا. انا بس حابه اقول رايي. اتفضلي. انا دلوقتي يعني حاسه ان دلوقتي عنوان المرأة كله جوزها هو يعني سر ان هي تبقى كويسه. ايوه. او ان هي تبقى وحشه. اكيد طبعا. هو اللي بيساعد. يعني هو انتوا مالكمش دعوه خالص يا اسماء؟ بيساعد، بيدي فرصه. الراجل في اجنحه يقدر يخلي مراته كويسه. صح. او يخلي مراته ست وحشه. صح. فرحانه انت بالبس. اعترف. ايوه صح. او في ستات بتبقى هي دافعه تبقى كويسه لما هو يساعدها. هي الست بكلمه حلوه ممكن تعمل. صح. اي حاجه. صح. ايوه ماشي، ما انا معاكي انها بكلمه حلوه تقدر تعمل كل حاجه على عيني وعلى راسي، بس برضه ما هو يعني بيبقى محتاج ان تبقى فيه كلمه حلوه وشكل حلو. ما هو لو بدا بالحلوه هو هياخد احلى. الله على الكلمه دي، ضيفها بقى على النصايح. هو فعلا لو بدا بالحلو هياخد الاحلى، لو اداها بس مهد لها الطريق بعد كده كل حاجه هتبقى زي الفل. الموضوع مشترك مش هي لوحدها، فعلا دي حقيقه. يعني بتمنى ان الشبكه بتاعت الاتصال تقطع غالبا. قطع. هي بالانس. لا معانا منوره. طب طب انت جوزك دايما كده؟ طب جوزك بيعمل اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا. هو اللي بيبدا. بيقول كلام حلو كتير فبياخد احلى كتير. يا قولي ما شاء الله. بس قولي ما شاء الله يا اسماء، الله يخليكي. عشان في ناس هنا ضد اللي بيحصل ده. طب ولو هو متضايق؟ الناس دي شايفه ان اللي بيحصل ده فضائي، جاي من الفضاء. هو متضايق اكيد، انا طبعا اللي هبدا. صح. برافو. ايوه من هنا وهنا. صح. دماغه على طول، فانا بقى خلاص يعني مستحيلة. صح صح. ساحره الجنوب. ماشي يا اسماء، شكرا لمداخلتك. شكرا ليكي يا اسماء، ميرسي يا حبيبتي. يجعل حياتك كلها سعاده وفرح يا رب. اللهم امين. ابو حميد، انا شايف ان الفكره دي هايله، هي فعلا بيأجلوا كل حياتهم لغايه لما يتجوزوا عشان يخلصوا عليه. صح بالظبط. مصاريف و انت خايف تقول. كنا قلنا حاجه عاوز اسمع رايك فيها. قلنا حاجه عاوز اسمع رايك فيها، فزوره كده اعتبرها، الفرق بين الجواز والموت. اوعى تكون سمعت الحل. لا لا، أو حتى أيوة. الفرق ما بين ما على حسب الجوازه، ما في جوازات بتبقى حلوه ما لهاش علاقه بالموت، بس يعني في كتير قوي بيقول، يعني في ناس نقطه سمعتها قبل كده على فكره. سمعت قبل كده الفرق بين الجواز والموت. الجواز والموت. صح. طب انت بتقول ازاي اطلق في 48 ساعه؟ ده بناء على ان الست بتعمل تصرفات كتير 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 تخليك تمسكها لها فتاخد قرار الطلاق وانت سايب ايدك، اللي هو شفت انت وحشه ازاي؟ لا انت ده هي بتبقى إيه؟ موجه طالق بقى. بتبقى موجه، والموجه بتبقى عاليه وبتاخد الاخضر واليابس كله. اشرح لي بقى الموجه دي جايه ازاي؟ جايه منين؟ لا في على فكره في جوازات كويسه، وفي ستات بتبقى عارفه ان يعني ايه الموضوع، مش خناقه واثبات ذات ومين فيهم اللي يسيطر وبتاع وكده.
وفي ناس تانية بتبقى داخلة على أساس إن لا أنا اللي هسيطر على اللي مش بيحبني وجالي، شكرا سيبوهولي بقى. أنا هخلص عليك، أنا هرجعك عضمي في الأخرى. أكرهه في عشته. بالظبط. ناخد رأي مي. بالظبط. بس يا رب ما تكونش ضدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي اتفضلي. الأول حضرتك أنا بعزي طبعا كل مصر دلوقتي على حلقة الحكم. طبعا طبعا كلنا كده. الله يرحمهم. يا رب. أنا بجد مش عارف إيه الهيافة اللي أنتوا بقيتوا فيها، الناس ميتة ومفيش حد فيكم حتى عزة خالص، وأنا مش عارفة الصراحة إيه اللي أنتوا بتعملوه ده، ومشغلين أغاني والناس مصر كلها متدمرة. خليها سيبوها. وأنتوا عاملين تضحكوا عندكم حضرتكم، وقناة الصحة والجامعة المفروض تبقى قدوة لينا، ده مش بصراحة طول عمرها مش سامعها كويس، ده بصراحة مش يعني مش صح اللي أنتوا بتعملوه. شكرا ليك يا مي. ميرسي يا مي، ميرسي. بص يا مي، أنا عاوز أقول لك على حاجة. كنا هنقول اخر الحلقه كنا هنعزي وكنا هنتكلم في القصه دي، بس خلي بالك اللي بيحصل ده، سواء كانت حادثه قضاء وقدر مقصود او مش مقصود، ده طبعا القضاء والنيابه والتحيات كلها هتقول ايه اللي حصل ده حصل ليه. الفكره مش ان احنا بنضحك وفي ناس ماتت. خلي بالك ان في حروب كتير ناس ضحت بحياتها وناس بعدها ضحكت، في حروب كتير ومشاكل كتير ناس ماتت وناس كملت. المطلوب مننا فعلا مي ان احنا نكمل. خلي بالك ان انت عندك مشاكل كتير قوي بتحصل في مصر عشان مصر ما تقومش، سواء ما بين قضاء وقدر وما بين حوادث مقصوده. الحكايه مش حكايه ان احنا بنتفه من الموضوع، الحكايه حكايه ان احنا مكملين يا مي. كل واحد لازم نكمل. يعمل دوره بالظبط كده. كل احنا لغايه دلوقتي بيعمل مش عارفين سبب المشكله. بالظبط. لغايه دلوقتي مش عارفين سبب المشكله. بس سبب المشكله مقصوده او مش مقصوده، اهمال او مدبره، في الاخر احنا عاوزين نقول احنا بنعزي الناس بس مصر مكمله. كتير ناس بيموتوا يا مي في حوادث انت تعرفيها او ما تعرفيهاش، بس مصر مكمله. احنا عاوزين نقول ده. كنا هنقول فعلا الرساله دي، بس شكرا ليك ان انت خليتينا نقولها بدري. احنا بنعزي الناس بس مصر مكمله. ممكن بعد كام يوم تفهمي اللي انا بقوله ده معناه ايه. وشكرا. شكرا ليك يا مي. شكرا ليك يا مي. شكرا. طيب نكمل بقى. نكمل. البرامج لما بتتكلم عن قصه بره حادثه حاصله، بتبقى الفكره فيها ان احنا مش عاوزين ندخل في منطقه ان احنا نقلب الدنيا كلها كآبه، لان احنا فعلا عندنا مشاكل كتير. بالظبط. عندنا ما يكفينا. بالظبط. واللي احنا بنتكلم فيها دي، احنا دي حياه زوجيه برضو، بنتكلم عشان نوصل لمنطقه ان احنا نحل مشاكل جوه البيت زي ما في مشاكل بره البيت. طيب قول لي، في حاجه كده بتقول ان لو الست اتجوزت تاني يبقى كانت بتكره الاولاني، ولو الراجل اتجوز تاني يبقى كان بيحب الاولانيه. لا لا لا، مش شرط. يعني مش شرط وملهاش علاقه. لا اوضح لك اكتر. على اعتبار ان لو الست اتجوزت تاني، يعني المفروض ان هي الاولاني ده خلاص، يعني ده حبها وحب حياتها، فانا مش هروح في الحته دي، يعني مش هتجوز تاني. بس الراجل لو اتجوز تاني يبقى هو كان بيحبه وطلق في مشكله، في خلاف. لا 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 خالص. ليه ما تقولش ان هي ملهاش علاقه؟ كل واحد فيهم بعد الطلاق بيشوف حياته، كل واحد بس الالتزامات بقى اللي عليه والواجبات بس والحاجات كده. بقى بتزيد يعني موضوع ان ما انت طبعا طبعا الالتزامات بتزيد. بالظبط. الالتزامات بتزيد على الراجل اكتر من الست. اعتقد ماديا ماديا بالظبط. بالظبط. اكتر من الست، لكن ممكن يبقى عطاءه اكتر بعد الجواز التانية عادي جدا. علشان يتعلم بقى. بالظبط كده. هنا في والله درس. ما حد بيتعلم. هي المشكله في التاسيس والثقافه للاتنين في بدايه وجودهم، في يعني هم لازم يبقوا عارفين هم بيتجوزوا ليه. يعني في واحده عليك. ست مثلا ممكن تشوف بنت في سن ثانوي او حاجه واقفه، انا شفت المنظر ده، واقفه قدام فاترينا فيها فستان عروسه وواقفه عماله تدعي ربنا انت مش عارفه تتجوزي. الهدف. الجواز الهدف هو الجواز، لكن انت ما بعد الجواز ايه؟ ما تعرفش اي حاجه، فاكره ان تهريج وشك بشك وبتاع والناس تهيص وبتاع وخلاص وخلصت القصه. لكن مقاسي بقى، مش المقاسي اللي هي مسؤوليات اللي بعد الجواز بالزبط. ما حدش عارف عنها بالزبط. فلما بيتفاجئوا هما الاثنين بعد الجواز بالمسؤوليات، طبعا البوز بقى. طب انت ايه اللي خلاك إيه اللي تاخد جابني قرار هنا؟ الفيديو يعني انت ممكن قبل كل... قرار الفيديو ناخد منا من القاهرة؟ ما بلاش. لا لا خالص ما بلاش منا. وانا مش عاوز التليفونات تتقطع حتى لو اللي داخل يشتم، كملوا المكالمة. نورونا. اتفضلي يا منا. ايوه حبيبتي. ازيكم؟ مساء الخير. مساء النور عليك. انا عندي بس استفسار صغير. لما تكون الزوجه كويسه وبتعمل كل حاجه حلوه، الزوج ليه بيديلها الرد ده وتبقى كويس معاها؟ يعني الزوج انت بتعملي اللي عليكي وعامله كل حاجه ومش لاقيه رد فعل اللي انت عايزاه.
خالص طب ما خالص بتتكلميش يعني. معاه ليه؟ ما بتقوليلوش ليه انا عملت واحد اتنين تلاته و... بقول بيقولي انتي نكديه، انتي مش حاسه بيا، انتي مريضه. طب ولو بطلتي تعملي الكويس اللي انتي ماشيه عليه ده ومش لاقيه اي استحسان؟ انتي ما فدتي ومش حلوين وبتتحولي. اه رايك ايه بقى؟ لا هي الموضوع بالانس برضو، تحاول ان هي زي ما هي بتقول كده تعمل تقدم الكويس وبتاع، لقيت ان رد الفعل مش مناسب تتقل سنه لحد ما هو لوحده يحس ان في تغيير. الله على دي نصيحه، فيبتدي يتكلموا مع بعض. على فكره الحوار بين الزوج والزوجه اهم من اي حاجه في الدنيا. بالظبط لازم يكون في حوار. بس هو بصراحه مش كان الافيه هياخدني حته تانيه. انا كان الافيه هياخدني ان اوقات بيبقى فيه حوار، اوقات بيبقى فيه حمار مش قادر يفهم ان هو لازم يعني. لا ما ينفعش طول الوقت تبقى مبوزه عشان حاجه هو عملها او حاجه ما عملهاش، ومالك يا بنتي مفيش 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 مفيش. آه لا تفضل كلمه مفيش لحد مثلا ساعتين ثلاثه وفي الاخر خلاص تروح قايله له ايه، اصل انت عملت كذا. طب ما كان من الاول. اه بالظبط. بعد ساعتين لو في انت عملت كذا ده في اربع ساعات. هي لو هي لو مديرها مثلا، لو هي بتشتغل مديرها في الشغل قال لها انت غلطتي في حاجه او عملتي حاجه ليه، فهتقعد تقول له لا ما فيش، ما هتجاوب وهترد. فلازم تقول، لازم تقول. الراجل ما بيفهمش غير الصراحه والوضوح والكلمه مره واحده. طب ما بيفهم. يعني انت ايه رايك في المنظومه نفسها احمد؟ يعني انا عارف لازم اعاده تفكير، احنا مش بنقول كلام جديد انا عارف، بس انا قصدي ان انا شايف ان المفروض بعد فتره يبقى في اعاده تقييم. مش عشان لا ده نكمل مش بعد لا. فتره ده من الاول خالص لازم يبقى في تاهيل اصلا للجواز. صح. وبعد ما يحسوا ان هم فعلا مقررين ان هم يشيلوا المسؤوليه خلاص اوكي هم مرتضيين بالوضع، كل فتره يحصل اعاده تقييم للفتره اللي فاتت، ايه اللي حصل، ايه الغلطات، يعتبروها زي شركه، وبعد كده يبتدوا بقى يتلافوا الاخطاء دي ويكملوا على الارضيه بالزبط. الصلبه اللي هم وصلوا لها، عشان تبقى كانها ستيب باي ستيب بيطلعوا بيبنوا اسره وحياه سليمه، عشان في الاخر خالص احنا عايزين النشء اللي بيطلع يطلع سوي. بالظبط كده. يعني انا مهتم جدا بفكره ان اللي يطلع سوي. انت عارف ان في طبعا مقولات ومحاربين كتير على الطلاق، يعني في ناس كتير ما بين مشاهير ومش مشاهير دايما عندها كلمة سيبيه، ما تستحمليش، ما تحاوليش عشان العيال. لأن إيه؟ مفيش ثقافة، مفيش ثقافة. أيوة أنت مع ولا ضد؟ يعني أنا مع أو فكرة ضد؟ إن أول مشكلة نطلق ونجري. لا مش أول مشكلة، مش أول مشكلة، لا لازم يقعدوا فترة ولازم يعرفوا. أصل في ناس بتفضل ساكتة لحد ما يحصل تراكمات، فبتبتدي إيه ما بيخلصوش أول بأول، وفي ناس سبحان الله تتكلم معاهم أول بأول برضو مصرين على اللي بيعملوه سواء رجالة أو ستات. بالظبط بالظبط. فبيضطر الطرف التاني مستحمل ومتماسك وماسك في البيت والأسرة والكلام ده كله، ما بيفيض بيه، بيسيب الدنيا خلاص، ما فيش امل للتغيير وما فيش امل لاي حاجه. وانا شايف برضو ان فكره انها تعتبره صديقها دي حاجه مهمه جدا، مهمه جدا. صح. ان بتديهم مساحه من الصراحه والوضوح والعلاقه بتبقى جميله ما بين الاثنين. لازم تبقى كده طبعا. طب بما اننا شعب بننتقد، معلش يا ولاء خد وقتك، بما اننا شعب بننتقد، بس ايه الكومنتات اللي جات لك على فكره الفيديو ازاي تطلقي في 48 ساعه؟ لا في ناس قالوا لي اتشتمت قد ايه؟ لا خالص ولا في اي حاجه، بالعكس ده الموضوع طلع على مزاج ناس كتير قوي يعني. على مزاج ستات كتير ستات ورجاله ستات ورجاله. ليه؟ لان بقى شايفه انت بتعملي ايه هتوصلينا لفين؟ يعني هي كانت المسج اصلا اللي انا كنت قصدها مش ازاي تطلعي في 48 ساعه، لا ان التصرفات دي هتوصلك للنتيجه دي، فانت خلي بالك من تصرفاتك من الناحيه دي عشان ما توصليش لده. بالظبط. يعني انت ضد الطلاق مش مع الطلاق؟ لا يعني ده وضعنا ضد الطلاق يعني. ضد الطلاق طبعا المنطقه. لا ضده تماما، ان هي تكون حريصه. الا اذا كان كل السكك بقى خلاص قفلت. طب بص يا احمد، احنا البرنامج النهارده اساسه النصيحه، تمام؟ انا عايزه منك نصيحه بشكل كوميدي فظيع زي الفيديو الفظيع اللي اتفرجنا عليه ده، ان مش بقى نتطلق ازاي بقى 48 ساعه، تلات اربع نقط كده احافظ ازاي على البيت ده انه ما يتهدش. اولا الست ما هياش مسيطره ولا ند بالند للراجل، وهي لازم تبقى عارفه دورها كويس. هو لازم يتقي الله في بيته واسرته ويحاول ان هو يخاف عليهم ويتعامل معاهم ويحسسهم بالامان. صح.
الموضوع لو بقى خناقه ما بين الراجل والست مين فينا اللي يسيطر، على فكره دي هتبقى مشكله، لان في الاخر خالص الراجل ما بيحبش الصوت اللي يقل عليه او مثلا السيطره. يعني انا اعرف حد كان بيحكي لي ان هو داخل البنك مثلا في مره من ضمن بنود السيطره، يعني السيطره الماليه، ان هي كانت مسيطره عليه ماديا بشكل كبير جدا. فداخل البنك فالبنت اللي قاعده على الكاونتر بتقول له ايه ده حضرتك جيت لوحدك من غير مدام، يبقى اكيد جاي تحط فلوس. طالما هي معاكي هتحط، يبقى لو هي معاكي يبقى هتاخد. هو هيحط بقى، لكن انت جاي لوحدك يبقى هتحط فلوس. لوحده هيحط وهي بقى هتسحب. بالظبط. يعني بيتجوز الديون. لا حول ولا قوه. بيتجوز الديون. لا خالص. بس انا ملاحظه حاجه دلوقتي، الراجل والست الاثنين ما بقوش ند بند زي ما بتقول، او مش معنى ان الاثنين مشاكلهم مش مع بعض. انا بشوف ان الست بتحارب بره، يعني انت واصحابك وشغلك والكافيه والبلاي ستيشن ومش عارفه ايه، والراجل بيحارب صحابها، جروب الواتساب، جروب المدرسه، يعني كل دول بيسخنوا العلاقه، كل دول بيسخنوا العلاقه، فما بقاش انت وهي 1 تو 1، الموضوع بقى اكبر. هي لو هما الاثنين يتفقوا ان طالما دخلوا البيت وقعدوا التليفونات تتحط على جنب بيحصلش. ما يستعملوهاش، تبقى تمام جدا، هتلاقيهم هما الاثنين شافوا بعض. يبقى دي نصيحه. يعني دي تاني نصيحه. ان هي ما تبقاش هي تديك، وان نسيب شويه التليفونات. بالظبط. نصيحه ثالثه قبل ما نقفل. النصيحه الثالثه، سيبيه في حاله. سيبيه بقى يشم نفسه. لا تمام. ابو حميد انا بشكرك حبيبي، انت نورتني. تسلم. يعني قبل ما هقفل بس انا عاوز ارد على المتصله، لا وعلى كل اللي بيشوف. بصوا يا جماعه كده بشكل مبسط، دايما هنلاقي كل يوم بيحصل مشكله، حادثه، عمليه ارهابيه. الحاجات دي اما قضاء وقدر واحنا راضين وبنعزي وبنواسي وبنساند، أو عملية إرهابية عاوزة تقطع الضحكة وتقطع الابتسامة وتقطع الإرسال وتعمل كل حاجة. فإحنا بنقول للقضاء والقدر راضين، ولو في إهمال فبنطلب بالتحقيق. أنا عندي صديقة المتصلة مش فاكر اسمها، بس أنا عندي إن أنا أطالب بالتحقيق وأطالب بالرقابة وأطالب إن الناس اللي شايفة غلط، مش كمان المسؤولين بس، الناس اللي شايفة غلط تبلغ عنه وما تسكتش وما تقولش أنا مالي، أهم من إني أعزي، لأن العزة ده والحزن ده في القلب. فإحنا كلنا لما شفنا المنظر النهاردة تعبنا واتضايقنا، وعاوز أقولك إن أنا ما كنتش قادر حتى أكمل بعض الفيديوهات، بس كان جوايا حاجة تانية بتقول لازم أكمل. لازم أكمل، وإن ده لو إهمال لازم أقول قبل ما أعزي دوروا على المهمل وحاسبوه. قبل ما أعزي احنا كمواطنين لازم نتابع الحكومة ونساعدها بشكل اكبر، لان ممكن يكون الاهمال ده اللي احنا لسه مش عارفين نتيجته او غيره، ممكن يكون مش سبب الموظف، ممكن يكون سبب حد تاني لسه هنعرف. تعزينا لكل اهل الضحايا، وبنواسي المصابين، وبنقول لكل ما هو قضاء وقدر احنا راضيين يا رب، وبنقول لكل ما هو مدبر مصر برضو مكملة، مفيش حاجة هتعرف توقفنا خالص. بشكركم، انتوا نورتوني واحمد نورني، وبتمنى ان احنا نكون خفاف لطاف، ما نكونش ضايقنا كل الناس. نشوفكم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله في حلقه جديده من مكسات، واعتقد ان الحلقه اللي جايه هتكون ممتعه جدا ليكم. تصبحوا على خير.